لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، طبتم وطبنا ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، فنسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته وأننا على سرر متقابلين مع نبينا الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. لازلنا في كتاب البيوع من كتاب الترغيب والترهيب. قال الإمام المنذري رحمه الله: وعن الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. صحه الشيخ الألباني. هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كسائر كلامه على وجازة لفظه، وهو كما يقول العلماء قاعدة من قواعد الدين. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، وراحة من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين. مرة أخرى، هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، يعني طالما كان الإنسان متورعا فهو من دينه على يقين أو في يقين، وراحة من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين. وقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك، وكما سمعتم الحديث رواه الحسن ابن علي. قبل أن نذكر الفوائد، هذه فائدة يعني تمر سريعا في قوله: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه الترغيب في حفظ السنة وحرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وحرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون له ورد من السنة النبوية، كما يوصي العلماء دوما بحفظ الأربعين النووية، حفظ عمدة الأحكام، الأحاديث التي عليها مدار الأحكام الفقهية، وهكذا يترقى ربما ينتقل بعد ذلك إلى الجمع بين الصحيحين للحميدي أو إلى مختصر صحيح مسلم وهكذا. فلا شك أن حفظ السنة خير كثير بعد حفظ وتعلم القرآن. قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي اترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا أو حلالا أو حراما إلى ما إيه؟ إلى ما لا تشك فيه، يعني اعدل إلى ما لا تشك فيه مما تيقنت حسنه وحله. اترك ما تشك في كونه حسنا أو قبيحا أو حلالا أو حراما، واعدل عنه إلى ما لا تشك فيه مما تيقنت حسنه وحله. هذا قوله إلى ما لا يريبك. والأمر هنا في قوله دع، في أي درجة من درجات الأمر؟ الاستحباب. الأمر هنا للندب، لأن توقي الشبهات مستحب وليس بواجب. الأمر مندوب لأن توقي الشبهات كذلك. وهذا الحديث يتعلق بالمشبهات في الدين أو المشتبهات من العبادات والحلال والحرام في المعاملات والحسن أو الحسن والقبيح والسنة والبدعة في الأقوال والأعمال. ربما وجدنا بعض الناس مثلا لضعف العلم يظن أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم من السنن التي لا يجوز له ولا ينبغي له تركها، ثم إذا ما خالط أهل السنة ونظر في الأدلة التي ذكروها في بدعية ذلك
ربما كان عنده شيء من الريب والشك، فنقول له هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يحتفل بيوم مولده، ولم يأمر الصحابة بذلك، ولا الصحابة بعد موته احتفلوا بيوم مولده، ولا فعل ذلك التابعون ولا من بعدهم، حتى جاءت الدولة الفاطمية الباطنية الشيعية واخترعوا ذلك وابتدعوه، وتتابع الناس على ذلك ممن خالف السنة. قال الإمام الطيبي رحمه الله: جاء هذا القول ممهدا لما تقدمه من الكلام، ومعناه: إذا وجدت نفسك ترتاب في الشيء فاتركه، فإن نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق وترتاب من الكذب، فارتيابك من الشيء مبني على كونه مظنة الباطل فاحذره، وطمأنينتك للشيء مشعر بحقيقته فتمسك به. قال ابن رجب: معنى الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائها، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب. ركزوا كده في دي. فإن الحلال المحض، يعني المحض خالص، لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. بعض الناس ربما تكون لديه شبهة في أمر ما من الأمور المالية مثلا، من المعاملات، وبالفعل تجد هذا الإنسان مترددا، ولا ربما يبيت متفكرا في ذلك، ويتقلب على، يخاف أن يقع في أكل الحرام، فيأتيك هذا الحديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، اتركه، فإن الحلال المحض لا يحصل لمؤمن في قلبه منه ريب، بل تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب. وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك كما في جامع العلوم. طيب، اذكر لنا أمثلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في معنى الحديث: أي دع الشك إلى ما لا شك فيه حتى تستريح وتسلم، فكل شيء يلحقك به شك وقلق وريب اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب. ثم يذكر تنبيها مهما وملحوظة مهمة، يقول: وهذا ما لم يصل إلى من يكمل ويأخذ هدية، ما لم يصل إلى إلى حد الوسوسة الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسواس فلا تلتفت له، كما يوسوس بعض الناس مثلا في الطهارة أو في الصلاة أو غير ذلك، فهو يقول: خرج مني شيء، فيختلط عليه الأمر فيتوضأ، وبعد أن ينتهي من الوضوء خرج مني شيء، وهكذا لن يصلي. وبعض الناس بالفعل عافانا الله المسلمين ربما تفوته ركعة من الصلاة لأنه يحاول أن يكبر، ويقول: أنا ما كبرت، ما سمعت التكبير، ويرفع، وهكذا. إذن هذا يحتاج إلى علاج، هذا وعلاج طبي دوائي، وليس فقط كما يظن الناس أنه علاج بالرقية، وللأسف هذا الأمر منتشر وسط كثير من الناس. أي إنسان عنده أي خلل يهرعون دوما إلى المعالجين، ولو كانوا ممن يعالج بالرقية الشرعية لا بأس في ذلك، ولكن ليس كل خلل يحصل للإنسان يكون علاجه بالرقية فحسب. هناك بعض الأمراض النفسية تحتاج إلى علاج طبي، وبعض الناس يتحرج من ذلك، يقول: أنا مجنون. لا يا أخي، المرض النفسي كأي مرض آخر، عنده صداع، عنده ألم في البطن، هي إنزيمات في الجسم يحصل في إفرازها خلل، فتؤدي ربما إلى شيء من الاضطراب النفسي ونحو ذلك، فيكون علاجه سهلا ميسورا إن شاء الله. ثم ينتقل بنا إلى نقلة مهمة فيقول: وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم. من يذكر لنا حديثا في النكاح سبق معنا؟ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك في النكاح.
في حديث خلاص يا سلام تنفح المرأة الأربعة يا راجل. في حديث أبو عزيز أبو إيهاب عزيز لما أتت امرأة وقالت له أنا أرضعتك وهي أنا أرضعتك وامرأتك، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وقد قيل، يعني إذن إيه فارق ترك كيف وقد، فإذا هو أمره أن يترك ما يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، إلى ما لا يشك فيه. ربما يقول طيب كم رضع أرضعتيها وكم، ربما نعم يبحث في ذلك وينظر في عدد الرضعات ويلتزم بحديث خمس رضعات مشبعات يحرمني وهكذا، لكن هو يعني دعاه إلى أن يترك هذا الأمر الذي يشك فيه إلى ما لا يشك فيه، وهذا بلا شك يحتاج للرجوع إلى أهل العلم. يقول انتبهوا للأمثلة، ومثال ذلك في العبادات رجل انتقض وضوءه ثم صلى وشك هل توضأ بعد نقض الوضوء أم لم يتوضأ، هنا ما الأصل، هنا ما اليقين، متوضأ أم غير متوضأ، غير متوضأ انتقض وضوءه تمام ولم يتوضأ، ثم هو يقول هل توضأت أم لم أتوضأ، إذن الأصل أنك لم تتوضأ لأنك انتقض وضوءك وأنت على يقين من انتقاض الوضوء، إذن هذا اليقين لا يزول بالشك، نأخذ به أنت غير متوضأ توضأ. طيب هو توضأ ثم هو يشك هل خرج مني شيء بعد الوضوء أم لا، بعد الإيه الوضوء، إذن هنا اليقين الوضوء، هنا وضوء اليقين الوضوء، ثم هو يشك هل انتقض الوضوء أم لا، فرق بين هذه والأولى، الأولى يشك هل توضأت أم لا، يبقى مش متوضي، هل توضأت يبقى أنا بسأل على إيه الطهارة نفسها، يبقى إذن معي الأصل غير متوضي. حالة ثانية يقول هل خرج مني شيء بعد الوضوء، إذن هناك وضوء الأصل الوضوء، فأنا أبني على الإيه الأصل وأتمسك بالأصل وأدفع الشك تمام. كذلك يمكن أن نضيف مثالا هنا لكلام الشيخ، إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه يعني هو في الصلاة فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لماذا ذكر حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أراد اليقين، وإلا فقد يخرج الريح بدون صوت وبدون رائحة، وأنا تيقنت فعلا أنه خرج، أظل واقفا في الصلاة وأقول لا حتى أسمع صوتا أو أجد ريحا، هذا غير مطلوب في الحديث، إذن هو يدلك على اليقين ألا تخرج إلا بيقين، ومن علامات اليقين ماذا، الصوت أو الرائحة تمام. بعض الناس يقول طيب أنا في الحالتين أتوضأ، والله لك ذلك، لكن الشرع حالتين اللي قلناهم في الوضوء تمام لك ذلك، لكن الشرع يسر عليك أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لو أنت تيقنت من الطهارة فلا تزول الطهارة بالشك فيها، لو تيقنت من الحدث ونقض الوضوء فلا يزول ذلك بالشك، إذن هو اليقين لابد أن تتوضأ. مما جاء عن السلف في الورع وترك الشبهات ما ذكره الإمام الذهبي في السير، قال سليمان الشاذكوني رحمه الله يشبه علي ابن المديني بأحمد ابن حنبل، يعني هو في ظنه أن علي ابن المديني من جلالته مشبهه بمن؟ بالإمام أحمد ابن حنبل، ثم قال أيهات زي إيه؟ هيهات يعني بعدة، ما أشبه السك باللك تمام؟ مش تمام، السك ما هو؟ لا السك المطيب في حديث عائشة، السك اللي هو المسك الخالص، اللك اللي هو الإيه؟ المغشوش أو الذي له لون اللي هو ليس جيدا تمام؟ بين حتى لك تمام؟ اللي هي كلمة اللي إيه اللي الناس يعني أخذتها، هو عايز يقول احنا بنشبه علي ابن المديني بمين؟ احمد بن حنبل، قال له ايهات ما اشبه السك باللك، لقد حضرت من ورعه شيئا
بمكة، يعني يحكي أنه حضر موقفا لأحمد بن حنبل يدل على الورع. ما هو؟ أنه أرهن سطلا عند فامي. أرهن يعني جعله إيه؟ رهنا. قال له أخذ مثلا زجاجة الماء بدينار مثلا أو بدرهم، وليس معه المال، فيعطيه الإيه؟ شيئا يكون رهنا حتى يأتي بإيه؟ بالمال. إيه الرهن بقى ده كان إيه؟ سطل. ما السطل؟ إناء كبير يقال له جردل عندنا يعني. تمام؟ أرهن سطلا عند فامي. الفامي ده بائع الفوم، هو الحمص، فأخذ منه لياقوته، يعني أخذ ما يحتاج إليه من هذا الطعام، فجاء فأعطاه فكاكة. جاء إلى بائع الفوم هذا أو الحمص وأعطاه المال وأراد أن يأخذ الإيه؟ السطل. فأخرج له الرجل سطلين، قال انظر أيهما، فين السطل بتاعك؟ فقال لا أدري، أنت في حل منه ومشى. سبحان الله، أنا مش عارف، أنا ما عارفش ميز بتاعي من إيه؟ مش بتاعي كده، وقعتنا في إيه؟ شوف الورع عند الإمام أحمد رحمه الله، العاملين يتهموه بالتشدد وكذا وكذا. قال لا أدري، أنت في حل منه ولم يأخذه. قال الفامي والله إنه لسطله، وإنما أردت أن أمتحنه فيه. يا ابن الإيه، يعني هو كده عامل له إيه؟ امتحان، مش كامتحان. شوف ورع الإمام، هو عارف السطل بتاعه، بس عمال طلع له ده وده ليه؟ لكي ينظر في ورع الإمام أحمد بن حنبل. كذلك ما روي عن يونس بن عبيد رحمه الله، طبعا لك في مثل هذا الموقف أن تتأكد، تطلب البينات حتى تأخذ حاجتك، وإلا بعض الناس يقول وبعدين طيب، وكل ما أروح لواحد هيروح جايب سطل مع سطلي وأسيب له الاثنين، وفي حتة تانية أسيب حاجتي، وبعدين نحن نقول هذه مرتبة عالية ليست لكل الناس، لكن لك أن تتأكد وتطلب البينات ونحو ذلك. يروى عن يونس بن عبيد أنه جاءه رجل شامي، وكان يونس يبيع الخز، نوع من القماش الحرير ونحو ذلك، وهو في سوق الخزازين. فقال الرجل، ركزوا بقى، عندك مطرف ب400، يعني شيء يباع ويلبس أو يفرش لا أدري. فقال يونس عندنا ب200. رجل يريد شيئا إيه؟ ثمينا غاليا. طبعا كتير من البائعين عندنا أول ما يقول له عندك ب400 يقول له إيه؟ ده هو ب600 بس أنا هنزله لك خليه ب400، هو أصلا ب200، خدت بالك؟ لكن هذا انظر كيف تربوا على الصدق، لنعرف أن مشكلة الأمة مشكلة إيمان ودين، ليس فقط تقدم وتطور وعلم وأسلحة، لا، الأصل والأساس ضعف الدين عند الناس. عندك مطرف ب400؟ فقال يونس عندنا ب200. ثم نادى المنادي بالصلاة، فانطلق يونس إلى بني قشير ليصلي بهم، فجاء وقد باع ابن أخته المطرف من الشامي ب400. جي يونس المحل لقى المطرف إيه؟ اتباع وقبضوا في كام؟ يعمل إيه بقى؟ يفرح بقى ويزقطط، إحنا بعنا ب200 بكام؟ فقال ما هذه الدراهم؟ قال ثمن ذلك المطرف. قال يا عبد الله، هذا المطرف الذي عرضته عليك، بيكلم المشتري، ب200 درهم. تاني أو بإيه؟ أكد عليه، فإن شئت فخذه وخذ 200، وإن شئت فدعه. شفت الكلام؟ قال له هو البتاع بتاعنا بكام؟ ب200. تاخده ب200 وتاخد ال200 بتوعك ولا تسيبه؟ لو قال له سأخذه ب400 وأنا راض خلاص، لكن هو لا يريد أن يكون قد وقع شيء من الغش. وهذا يحصل كثيرا، بعض الأولاد يكونوا في المحل مثلا، الأب مشى أو يصلي أو كذا، يستغل الفرصة وإيه؟ أيوة، يعلي على الناس ومحدش واخد إيه؟ واخد باله. لذلك كما ترون هذا الحديث قاعدة فعلا وأصل من أصول وقواعد الدين. من ذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه، وكان يعطي المهاجرين والأنصار 4000، عطاء تعطيه الدولة للمواطنين،
للرعية الذي يعني ينظر مثلا في مثل ذلك في دول أوروبا وغيرها ويقول أين نحن من هذه الدول؟ يعطون الناس أموالا شهرية ورواتب وبغير عمل. هذا موجود يا أخي عندنا في الإسلام، في الدول الإسلامية تعطي لرعاياها من الأموال التي تأتي. فكان عمر يعطي 4000 ولكن كان يعطي ابنه عبد الله 3500، يعني ينقصه عن المهاجرين والأنصار. فيسأل عبد الله، خد بالك ده ابن ايه؟ الخليفة، طبعا ابن الخليفة، ابن الرئيس، ابن الوزير، بعد ما يبقى وزير ما تعرفوش. لسه كنت راكب مع أخ شغال في المحافظة، قاعد يحكي لي بعض صور الفساد الموجودة بس في البلد. عايز أحكي لك فين الفساد، في الأوقاف، الفساد في المحليات، الفساد في الشرطة، الفساد، قاعد يحكي لي أمثلة كده، ورئيسة حي مش عارف ايه، واتمسكت قبل ما تطلع على المعاش ب6 أيام، تخيل، واتحبست. واحد مش عارف تاني رئيس حي مش عارف ايه، واتمسك في شقة مش عارف بكم مليون. مواضيع كبيرة، البلد دي عايشة برحمة ربنا، والله البلد دي فيها كم فساد. وسبحان الله، قال اجعلني على خزائن الأرض. هي من زمان مصر خزائن الأرض، وورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ليه مصر بركة من الله سبحانه وتعالى. لو أن الناس اتقوا الله وتركوا الفساد، والله سبحانه ده مصر دي فعلا خزائن الأرض. شوفوا الدول الاستعمارية كانت يأتي الاستعمار وينهبون البلاد الخيرات، ومع ذلك البلاد ما زالت باقية فيها خيرات. فكيف لو اتقوا الله؟ ونحن أيضا اتقينا الله، كلنا مطلوب منا ذلك، فالله المستعان. انظر لعمر كيف يتعامل مع ابنه، يعني ينقصه عن كبار المهاجرين والأنصار. فيسأل لما أنقصته؟ قال لأنه هاجر مع أبويه صغيرا، إن هو في الهجرة كان إيه، عبد الله بن عمر كان صغير. حسويه إزاي بالإيه؟ بالهجر الكبار. فهو يخشى أن يكون ذلك من الظلم فيتورع فينقص ولده كما رأيت. كان كده؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت، حلوا المشكلة دي يا عباد الله. كان لأبي بكر، تمام كله تمام تمام يا فندم، الدنيا تمام. وبعدين احنا لسه متكلمين على الفساد. كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج. ركزوا بقى في الحديث، وفي بعض الضبط يخرج له الخراج بتشديد ايه؟ الراء. وكان أبو بكر، طب ما معنى يخرج له الخراج أو يخرج له الخراج؟ يعني يعمل ثم يدفع له ما أتى به من جراء العمل. هو يسرح الغلام يعمل في التجارة، وفي آخر النهار اكتسب كم؟ 100 200، هذا يعطيه لمن؟ لسيده، وسيده ينفق عليه ويعطيه جزءا من ذلك. هذا معنى يخرج له الخراج. وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء. من الذي جاء؟ الغلام. فأكل منه أبو بكر، هذا غلام وهو يعمل في الحلال وأتى بطعام وأنا أكلت، هل هناك شبهة؟ لا. فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام بعد ما أكل، أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر، وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. الكهانة الإخبار بالغيب عن طريق غير شرعي. كتبت الإخبار بالغيب عن طريق غير شرعي. وفي طريق شرعي؟ نعم. إيه هو؟ استنباط. الوحي أن يعلم رسول من الرسل سيحدث كذا، كما في قوله غلبت الروم، هذا سيأتي وقد حقها كذا، علامات الساعة. الإخبار بالغيب من طريق غير شرعي، هذه تسمى الكهانة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهن. ما حلوان الكاهن؟ أجرته. هو يتكهن، يقول مثلا لرئيس بلدك ستنتصر في الحرب وبعد كذا كذا سنة سيحدث كذا، هذه كهانة. أو في عام كذا، لا السنة الجديدة بتلاقي
الكهان يبدأوا إيه؟ يشتغلوا. يشتغلوا لك السنة اللي جاية دي هيحصل فيها كذا. تمام؟ هذه كهانة. هذه من الكبائر. والعياذ بالله ومن الشرك بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكهان إنه يشتغل وياخد أجرة على ما يفعل. تمام؟ فقال الغلام لأبي بكر: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية. يعني الفلوس اللي جاية لك دي بسبب كهانة أنا فعلتها لإيه؟ يا الله، أنت بتقول الكلام ده لأبي بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، الأسيف البكاء، استنى ده التقيل جاي. قال: وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته. يعني كمان كهانة إيه؟ مغشوش، مش كهانة أصلية. هو أصلا ما بيعرفش يتكهن، بس جات معه كده. تمام كده؟ الله المستعان. قال: فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه. قال: فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه رضي الله عنه. رواه البخاري. قال: الخراج شيء يفرضه المالك على عبده يؤديه إليه كل يوم بما يكتسب، وباقي كسبه يأخذه لنفسه. يعني يشترط علي تعطيني كل يوم مثلا 100 درهم، طب عمل 200 حلال عليك بقى 100، انت بس تسدد لي الايه 100. وكانوا يعني يوصون بألا يشددوا على العبيد، يعني الرش حاجه تانية يا اخي، ما تشدش كده يعني، خد بالك، سيب له ايه بحبحه شويه، ما تقولش مثلا لا سيبه كده. هذا الحديث ظاهر جدا في الترجمة، تورع الترغيب في الورع وترك الشبهات. فأبو بكر كان بإمكانه يقول، لو كان هو غير أبو بكر يعني، أنا أكلت خلاص وكنت لا أعلم، ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، وهذا خطأ رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هذا كل هذه أدلة شرعية. لكن ورع أبي بكر دفعه إلى أن يخرج هذا الطعام الحرام. تمام؟ يخاف من حديث كل جسد نبت من حرام أو من سحت فالنار أولى به. لذلك نقول الورع خلق إسلامي أصيل لا يصدر إلا من قلب مؤمن قوي الإيمان، أو قلب مؤمن قوي الإيمان وشخص أقام دنياه لتخدم آخرته. شوف بقى إزاي هو بيخلي الدنيا تخدم إيه؟ الآخرة، مش الإيه؟ مش العكس كده. فكانت بزخرفها في يده وفي سبيل الله لا في قلبه، يعني الدنيا تكون في يده وليس في ايه؟ وليس في قلبه. طيب هذا الحديث يعني نتكلم عن شرحه ومعانيه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل قول هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.